لم يتوقف عداد الأزمات عن العمل رغم توقف معظم العدادات الأخرى كهذا الظهير في الصورة. تحكي المشاهد هنا حكاية أكثر من عام من طوابير لم تصل لوجهتها بعد، حيث تشهد العاصمة صنعاء أزمة وقود حادة واختفاء لمادتي البنزين والديزل إضافة لغاز الطهي بالتزامن مع اشتداد المعارك في محيطها. هذا الأمر غير جديد بالنسبة للمواطنين هنا، غير أنهم يشتكون من تواصل الأزمة وتفاوتها بينهم. ضروري أن واحد يفعل الحل، هذا زحمة المواطنين، هذا على المواطنين كلهم، كل واحد يلتزم. هذا بيوصل وسر القطع وحملوا معه دبة، يعني ولا دبة في سيارته متلي وشفطون وسارب من الخلف، والذي ما بيش معه وسارد واقف في البيت ما بيش من نعبيه بترو. يشتكي المواطنون أيضا من ازدهار السوق السوداء والذين يضطرون للجوء إليها نظرا لتوفر مادتي البنزين والديزل ولو بأسعار مضاعفة. من ناحية أخرى لجأت محطات الوقود إلى رفع أسعار المشتقات النفطية مع ارتفاع الطلب ونقص المعروض فيها. حب المحطات بيدوا البترول عندهم وهم يعبوا ساعة ويقول لك كمل البترول، وإحنا جزم ساربين في المحطات ويستعملوا مع السوق السوداء، تصير السوق السوداء والبترول موجود متوفر ويدخلوا سيارات عبي قلابات عبي سيارات لأصحابه. إذن تبدو العاصمة صنعاء البعيدة من المعارك إلا في أطرافها قريبة بشكل كبير من المعاناة، فأهلها يعانون من أزمات متلاحقة تحل عليهم في انتظار انفراج قد لا يأتيه.